السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الخامس، أهلا بكم في شرح دروس مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الثاني. وأول دروس هذا الفصل نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا. ولكن قبل شرح الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. الوحدة الأولى في الفصل الدراسي الثاني بعنوان سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية. الدرس الأول نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا. سوف نتناول الدرس بالشرح ثم حل تدريبات الكتاب المدرسي. مصر من أقدم الدول اللي أجرت تعدادات سكانية. مثلا عندي تعداد عام سنة 1882 كان عدد سكان مصر 6.7 مليون نسمة. عدد سكان مصر تضاعف حوالي 14 ضعف لحد ما وصلنا لتعداد عام 2017، بلغ في عدد سكان مصر نحو 94.8 مليون نسمة. لذلك تأتي مصر في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث عدد السكان. مصر الدولة الثالثة إفريقيا من حيث عدد السكان، 14 عالميا من حيث عدد السكان، ترتيبها 14 على العالم من حيث تعداد السكان. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو المسؤول عن عمل التعدادات السكانية، ومن خلال تعداد السكان الموجود أمامي نستنتج أن عدد سكان مصر في نمو مستمر. شفنا عدد سكان مصر سنة 1882 كان 6 مليون نسمة، وفي 2017 أصبح 94.8 مليون نسمة. ما النمو السكاني في مصر؟ إيه المقصود بالنمو السكاني؟ النمو السكاني هو زيادة عدد السكان خلال فترة زمنية معينة. أنا بحدد خلال فترة زمنية معينة يا ترى عدد السكان كان كام وأصبح كام. النمو السكاني بيحدث نتيجة عاملين: الزيادة الطبيعية. الزيادة الطبيعية هي الفرق بين المواليد والوفيات في فترة معينة، بحدد مدة زمنية محددة وبشوف عدد المواليد مقارنة بعدد الوفيات، دي الزيادة الطبيعية. العامل الثاني للنمو السكاني الهجرة، وهو انتقال الأفراد من مكان إلى آخر. الزيادة الطبيعية: انخفض عدد المواليد في مصر. يا ترى ايه سبب انخفاض عدد مواليد في مصر؟ نتيجة زيادة الوعي لدى الشباب بتنظيم الأسرة. زمان ما حدش كان بيهتم بتنظيم الأسرة، مع زيادة وعي الشباب بتنظيم الأسرة انخفض عدد المواليد. كمان الحد من ظاهرة الزواج المبكر. زمان كان الزواج بيكون في سن مبكرة. انخفض عدد الوفيات في مصر نتيجة التقدم الطبي والرعاية الصحية. يعني في انخفاض في عدد المواليد وكمان انخفاض في عدد الوفيات. اي سبب انخفاض عدد الوفيات؟ التقدم الطبي والرعاية الصحية. بيجي في رعاية صحية اكتر وفي تقدم طبي اكتر. العامل الثاني الهجرة. الهجرة عندي نوعين: هجرة داخلية بتكون بين المحافظات، وهجرة خارجية بين مصر ودول العالم. ايه اسباب الهجرة؟ السكان بيهاجروا من مكان لاخر لأكثر من سبب. السبب الأول هو البحث عن فرص عمل أفضل، وكمان تحسين مستوى المعيشة، ومن أجل التعليم. إيه نتائج الهجرة؟ تؤدي الهجرة إلى زيادة الكثافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان، المكان اللي الناس بتهاجر له، بالتالي بيحصل فيه زيادة في عدد السكان، وبالتالي زيادة الضغط على الخدمات العامة وظهور العشوائيات. دي نتائج الهجرة. القاهرة والإسكندرية من المحافظات الجاذبة للسكان في مصر، بهاجر إليها السكان من معظم المحافظات. الكثافة السكانية في مصر، إيه هي الكثافة السكانية في مصر؟ هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. بقارن عدد السكان ومساحة الأرض اللي بيتركزوا عليها، يا ترى هل عدد السكان متناسب مع مساحة الأرض ولا عدد السكان أكثر؟ هنشوف خريطة توزيع سكان مصر. من الخريطة اللي موجودة أمامي هنلاحظ اختلاف ألوان الخريطة حسب توزيع سكان مصر من حيث اختلاف الكثافة بين المحافظات.
عندي محافظات بتزداد فيها الكثافة السكانية زي محافظات الوادي والدلتا، محافظات وادي النيل اللي هي على شريط وادي النيل ومحافظات الدلتا في شمال مصر. إيه سبب تركز السكان في هذه المناطق؟ بسبب توفر المياه العذبة من خلال نهر النيل وخصوبة التربة واستواء السطح، مفيش جبال، التضاريس مستوية، توفر الخدمات، بتلاقي كل الخدمات متوفرة، وسهولة المواصلات، المواصلات بتكون سهلة. ومحافظات بيقل فيها تركز السكان زي محافظات الحدود الصحراوية. إيه السبب؟ ندرة المياه العذبة وعدم استواء السطح ونقص الخدمات. مدينة القاهرة والجيزة بيعد أكثر مدن مصر ازدحاما بالسكان. معظم سكان مصر بيعيشوا على ضفاف نهر النيل، وعارفين إيه السبب؟ بسبب توفر مقومات الحياة بسبب وجود نهر النيل، المياه العذبة والأرض الخصبة، وبتزداد الكثافة السكانية بزيادة عدد السكان. في 2005 بلغت الكثافة السكانية في مصر 70 نسمة لكل كيلومتر، يعني كل كيلومتر بيحتوي على 70 نسمة، بينما ارتفعت عام 2022 إلى 103 نسمة لكل كيلومتر مربع. طب إيه جهود الدولة علشان تحل مشكلة الكثافة السكانية المرتفعة في الوادي والدلتا؟ الدولة بتسعى لحل مشكلة الكثافة السكانية المرتفعة في الوادي والدلتا عن طريق بناء مدن جديدة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وغيرها من الخدمات في المحافظات الصحراوية. يعني مثلا بتلاقي الناس بتنتقل إلى القاهرة أو المحافظات الكبرى بحثا عن رعاية صحية أفضل أو تعليم أفضل، فالخدمات دي لو توفرت في المحافظات الأخرى لن يضطر الناس إلى الهجرة إلى المدن الكبرى. الخريطة اللي أمامي بتوضح لي توزيع سكان مصر. المناطق اللي باللون البني مناطق مزدحمة جدا بالسكان اللي هي بتتمثل في القاهرة والجيزة. بعد كده عندي مناطق مزدحمة بالسكان زي وادي النيل والدلتا الأصفر الداكن، مناطق نادرة السكان باللون الأصفر الفاتح اللي هي المناطق الصحراوية زي شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر. ننتقل لحل تدريبات الكتاب المدرسي. لاحظ وأجب. لاحظ خريطة توزيع السكان في مصر صفحة 12 وأعد قراءة الدرس ثم أجب عن الأسئلة التالية. اشرح كيف تؤثر العوامل الطبيعية والبشرية على توزيع السكان في مصر. ايه تأثير العوامل الطبيعية والبشرية على توزيع السكان في مصر؟ بتؤدي العوامل الطبيعية والبشرية مثل توافر المياه العذبة واستواء السطح وتوفر الخدمات وسهولة المواصلات الى زيادة السكان في الوادي والدلتا، بينما يؤدي عدم توافر تلك العوامل إلى قلة السكان في المحافظات الحدودية والصحراوية. 2- في أي من المحافظات المصرية يندر وجود السكان ولماذا؟ بيندر وجود السكان في المحافظات الحدودية الصحراوية زي الوادي الجديد والبحر الأحمر وسيناء، شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح. السبب بسبب عدم توافر العوامل الطبيعية مثل توافر المياه العذبة واستواء السطح، والعوامل البشرية مثل الخدمات وسهولة المواصلات. نشاط 2 اقرأ وأجب الكثافة السكانية وجهود الدولة. تناولنا هذه الفقرة أثناء الشرح وعرفنا أن الكثافة السكانية في مصر عام 2005 بلغت 70 نسمة لكل كيلومتر مربع، وفي 2022 وصلت إلى 103 نسمة لكل كيلومتر مربع، وعرفنا إيه جهود الدولة لحل مشكلة الكثافة زي بناء مدن جديدة وتوفير الخدمات. نجيب عن الأسئلة. 1- اشرح لأحد أفراد أسرتك ما المقصود بالكثافة السكانية. إيه المقصود بالكثافة السكانية؟ هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. 2- في رأيك كيف تؤثر الكثافة السكانية المرتفعة على حياة المواطنين في مصر؟ تمثل ضغط على المرافق العامة وبالتالي نقص الخدمات وظهور العشوائيات. 3- اقترح طرقا أخرى لحل مشكلة الكثافة السكانية المرتفعة.
إنشاء مجمعات صناعية خارج المدن لتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات العامة في مختلف المناطق للحد من الهجرة إلى المدن. 4. في رأيك، هل تفضل العيش في منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة أم منخفضة ولماذا؟ أنت تحب تعيش في منطقة فيها كثافة سكانية عالية ولا منخفضة؟ أفضل العيش في منطقة ذات كثافة منخفضة. لماذا؟ للتمتع بالمرافق العامة دون ضغط عليها والابتعاد عن الازدحام والتلوث. تحليل البيانات، حلل وأجب. حلل الرسم البياني التالي ثم أجب عن الأسئلة. عندي مخطط بياني للمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان من 2001 لحد 2021 باللون الأصفر عدد المواليد، اللون الأزرق عدد الوفيات، اللون البنفسجي الزيادة الطبيعية للسكان. من خلال الرسم البياني التالي سوف أجيب عن الأسئلة: في أي عام تم تسجيل أكبر عدد للمواليد وفي أي عام تم تسجيل أقل عدد للمواليد؟ بعد الرجوع للرسم البياني عرفنا أن أكبر عدد للمواليد كان في عام 2016 وأقل عدد للمواليد كان في عام 2001. 3. في أي عام تم تسجيل أكبر عدد للوفيات وفي أي عام تم تسجيل أقل عدد للوفيات؟ أكبر عدد وفيات كان في عام 2021، أقل عدد للوفيات كان في عام 2001. 4. أي عام شهد أعلى زيادة طبيعية لعدد السكان وأي عام شهد أدنى زيادة طبيعية لعدد السكان؟ أعلى زيادة طبيعية لعدد السكان كانت في 2016 وأقل زيادة طبيعية كانت في عام 2001. 2. يوضح الجدول التالي عدد سكان مصر في التعدادات السكانية في الفترة من 1927 إلى 2017. اقرأ الجدول ثم أجب عن الأسئلة التالية: عندي عدد من السنوات وكل سنة عدد السكان بلغ كم مليون نسمة؟ 1927 بلغ عدد السكان 14 مليون وواحد من عشرة مليون نسمة. سنة 1937 زاد عدد السكان ووصل 15.9 من عشرة مليون نسمة. إلى أن وصلنا إلى عام 2017 وصل عدد السكان إلى 94.8 من عشرة مليون نسمة. بعد النظر في الجدول نجيب عن الأسئلة: 1. احسب الفرق بين عدد سكان مصر في تعداد عام 1927 وتعداد عام 2017 ووضح كيف يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للسكان. هنحسب الفرق بين عدد السكان عام 1927 وعام 2017. عام 2017 كان 94.8 مليون نسمة ناقص عدد السكان في 1927 كان 14.1 مليون نسمة بيساوي 80.7 مليون نسمة. ده الفرق بين عدد السكان 80 مليون نسمة. ايه أثر ذلك على الخدمات المقدمة؟ تؤدي تلك الزيادة المرتفعة إلى زيادة الضغط على الخدمات المقدمة للسكان. 2. بناء على بيانات الجدول السابق استنتج التغير الذي حدث للنمو السكاني في مصر. نستنتج أن النمو السكاني يرتفع كل عام عن العام الذي يسبقه. 3. وضح كيف تفيد بيانات التعدادات السكانية الدولة المصرية في التخطيط للمستقبل. إزاي الدولة المصرية بتستفيد من تعداد السكان؟ تفيد في تحديد احتياجات السكان من خدمات ومرافق وتظهر الحالة الاجتماعية والتعليمية للسكان وهو ما يساعد الدولة في التخطيط للمستقبل. 4. حول بيانات الجدول السابق إلى رسم بياني خطي وتوقع عدد سكان مصر في عام 2027 وحددها على الرسم البياني. هرجع للجدول السابق
وأرسم مخطط بياني لعدد السكان حتى عام 2027، وأتوقع أن عدد السكان هيكون كام سنة 2027. أهو الرسم البياني عندي من 1927 لحد 2027، وأهو الرسم البياني الخطي. في 2027 تجاوز عدد السكان 110 مليون نسمة. لنبحث عن المعرفة، 4. ابحث وأجب، استعن بالموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واكتب أسماء المحافظات التي تسجل أعلى عدد مواليد وتلك التي تسجل أدنى عدد مواليد. هترجع للموقع الإلكتروني على الإنترنت للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وتشوف إيه أكثر محافظات سجلت أعلى عدد مواليد وأقل محافظات سجلت عدد مواليد. عندي محافظات أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج وبني سويف سجلت أعلى معدلات مواليد عام 2021، أما محافظات بورسعيد ودمياط والسويس والدقهلية والقليوبية سجلت أقل معدلات مواليد عام 2021. 2. في رأيك كيف تؤثر كل من زيادة أو قلة عدد المواليد على الكثافة السكانية في كل محافظة؟ زيادة المواليد تزيد من الكثافة السكانية في المحافظة، وبالتالي يترتب عليه قلة الخدمات المقدمة وجودتها، بعكس قلة عدد المواليد وهو ما ينتج عنه قلة الكثافة السكانية. 5. اجري استبيانا بمساعدة أحد أفراد أسرتك، اجمع بيانات سكانية عن أفراد عائلتك للإجابة عن الأسئلة التالية، ثم اكتب تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها. كم عدد أفراد عائلتك؟ ده سؤال مفتوح، هتكتب أفراد عائلتك 6 أفراد. 2. كم عدد الذكور وعدد الإناث في عائلتك؟ 3 ذكور و3 إناث. كم عدد الأطفال الموجودين في عائلتك؟ طفلان. 4. احسب الزيادة الطبيعية في عائلتك خلال العام السابق. الزيادة الطبيعية عدد الوفيات مقارنة بعدد المواليد. كانت الزيادة الطبيعية 0، مفيش مواليد ومفيش وفيات. 5. كم عدد الأقارب أو الأصدقاء الذين هاجروا إلى محافظات أخرى أو دولة أخرى؟ وما هذه الأماكن ولماذا هاجروا إليها؟ 4 أقارب هاجروا إلى دولة السعودية، لماذا هاجروا إليها؟ للبحث عن فرص عمل ومستوى معيشي أفضل. بكده نكون انتهينا من شرح الدرس وحل التدريبات بالكامل. لو عندك أي سؤال هسيب لك رابط التعليقات الخاص بالمنتدى، لأن التعليقات مغلقة على القناة. ما تنسوش تشيروا الفيديو عشان يوصل لزمايلكم. شكرا لكم.